من جماهير النادي الاهلي على الفريق في استعدادات قويه جدا، كمان بيبقى في بعض الاشاعات اللي موجوده ممكن تشوف الناس شد وجذب في التمرين يقول لك خناق، زي ما جماهير النادي الاهلي في بعض الاوقات تروح تقعد في عايزه تحضر مباراه قبل كده، مش هتكلم كمان على السنه اللي فاتت، يقول لك اقتحام النادي الاهلي. هو لما جماهير النادي الاهلي تروح تساند ولا تروح تدعم ولا تروح تتفرج على تدريبه يبقى بتقتحم، مسميات كده بتخلق ما بيننا تعصب وبتعمل نوع من انواع التعصب اللي احنا دايما بنحاول نلغيه هنا في البرنامج. كمان قصه علي معلول اللي انا ما رضيتش اسال امير فيها كلام كتير، كل شويه جماهير هيمشي هيقعد، لا الترجي، لا ده مشي من الصفقات، لا النادي الاهلي مش محط. انا بقول لحضراتكم بصراحه وده اللي بيتقال، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي الاهلي، جاله عرض كويس جدا والنادي الاهلي فكر يمشيه هيمشي، النادي الاهلي مش عايزه يمشي مش هيمشي لانه مرتبط بعقد، مفيش لعيب هو حر اللي هو يتحرك ويروح براحته في اي مكان. مع طبعا قيمه علي معلول لاعب في المنتخب التونسي، ومن وجهه نظري الشخصيه علي معلول لسه كمان عنده كتير قوي للنادي الاهلي، لكن دايما في المباريات المهمه للنادي الاهلي بنسمع علي معلول قاعد ماشي، زي ارجعوا لورا شويه كان قصه عماد متعب، ومن قبلها حسام غالي، ومن قبلها مؤمن زكريا، ومن قبلها صالح جمعه، كل يوم عايشين في قصه. فانا باكد لحضراتكم علي معلول لعيب كبير جدا جدا، كل حاجه وليها التوقيتات بتاعتها اللي بنتكلم فيها. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا، عنده افريقيا وعلي معلول مقيد افريقيا، وبالمناسبه لو راح الترجي ما اعتقدش اللي هو هيلعب في المسابقه، ده امر طبيعي جدا. فعلي موجود، علي معلول موجود في النادي الاهلي بيتمرن مع النادي الاهلي، مفيش اي كلام من الاشاعات اللي حضراتكم بتشوفوها دي. النادي الاهلي بالنسبه له موسم استثنائي، كلام كتير بيتقال لسه بطوله الدوري ما اتحسمتش، احنا عارفين ليه بطوله الدوري ما اتحسمتش، لكن عايز اتكلم جماهير النادي الاهلي بصراحه، ومش معنى اللي انا هقوله عفوا اللي لعبت النادي الاهلي مش قد المسؤوليه، لان لازم تبقى الامور واضحه امام حضراتكم، وده اللي انا هقوله ده بيحط مسؤوليه كبيره على الجهاز الفني واللاعبين، بمعنى ان النادي الاهلي فرق 7 نقاط عن فريق مصر المقاصه، وانا قلت قبل كده هو المنافس الوحيد للنادي الاهلي في الدوري السنه دي. لما نتكلم على نادي الزمالك فرق كبير جدا في العدد النقاط كبير جدا، بنتكلم 15 نقطة، لكن المسؤولية اللي احنا عايزين نقولها لما يبقى الفرق 7 نقاط والنادي الاهلي عنده مباريات مهمة، لكن النادي الاهلي ما عودناش في نفس الوقت اللي هو ممكن يتراجع وهو في المكانة دي بالارقام كمان اللي اتحققت في الدور الاولاني، وكمان الاسبوعين 3 اللي احنا لعبنا فيهم في الدور الثاني. ممكن اللعيبه ما تريحش، لان لعيب النادي الاهلي ما ينفعش اللي هو يريح اساسا. لعيب النادي الاهلي دايما في حاله تركيز، دايما في حاله تكسب مباراه عايز المباراه اللي بعدها ولغايه لما تحقق البطوله. فمش معناه كده، لكن احنا بنتكلم على ارض الواقع. ارض الواقع بتقول لازم يبقى فيه ما اتحسمتش البطوله، لكن يبقى عندي ثقه في النفس اللي انا في المكانه دي وما ينفعش انزل عنها. مش ما احنا عارفين ان بطوله الدوري ما اتحسمتش، وعارفين ان لسه في عدد مباريات كبيره جدا، وعارفين ان في مباريات مهمه للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بالمستوى ده وبالارقام دي ما ينفعش اللي هو ما بقاش في المكانه دي، وما ينفعش لعيب النادي الاهلي ما بقاش فاهم اللي انا في مكانه كبيره جدا، ما ينفعش انزل، لازم اوسع الفارق كمان ما بيني وما بين الفرق المنافسه. ده كمان مهم جدا اللي احنا نعرفه، لكن لما اجي اقول لسه البطوله ما اتحسمتش عشان اللعيبه ما تفكش، ده كلام روتيني وكلام تقليدي من وجهه نظر، لكن احنا بنتكلم بالواقعيه، الواقعيه انا فرق 7 نقاط عن اقرب المنافسين و15 نقطه على المنافس التقليدي. ويروح الدوري او ما يبقاش الدوري موجود في النادي، كل حاجه طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا يبقى صعب جدا من وجهه نظري، فلازم التحديات اللي انا انهي الدوري بدري، وكمان الارقام اللي اتحققت هنروح نشوفها في التقرير اللي جاي دلوقتي. موسم استثنائي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني حسام البدري أعاد إلى أذهان الجماهير ما كان يحدث طوال السنوات الماضية التي احتكر خلالها المارد الأحمر بطولة الدوري، لا سيما موسم 2005-2006 الذي يعد الأكثر تشابها مع الموسم الحالي للفريق.
الأهلي الذي يحتل قمة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، لعب 22 مباراة في المسابقة المحلية، فاز في 18 منها وتعادل في 4 فقط دون أن يتعرض لأي هزيمة، مسجلا 39 هدفا كثاني أقوى خط هجوم خلف مصر المقصة الذي سجل لاعبه 45 هدفا، فيما لم تهتز شباكه إلا بأربعة أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري. الأهلي سيخوض مباراة مهمة بعد غد الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة 24 من الدوري في إطار مشواره نحو الفوز بالبطولة رقم 39. البارد الأحمر نجح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال المسابقة حتى الآن، أبرزها أن معادلة رقم موسم 2005-2006 الذي كان يعتبر الأقوى دفاعيا، الهدف الأول والهدف الأول، الله 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 عليك يا أبو تريكة، حلوة 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 حلوة. كما نجح الحارس العملاق شريف إكرامي في الحفاظ على عذرية شباكه خلال 6 مباريات متتالية في الدوري، هي الإسماعيلي ثم المقاولون ثم وادي دجلة ثم الداخلية وأخيرا أمام بتروجيت. وبشكل عام لم تهتز شباك نجل وحش أفريقيا على مدار 1000 دقيقة لعبها الحارس سواء مع المارد الأحمر في البطولات المختلفة أو مع المنتخب المصري. يتقدم ويتصدى شريف إكرامي، الوحش الصغير شريف إكرامي، وارد كان كبيرا. وبات الأهلي على بعد خطوات من تحطيم رقم الزمالك في عدد النقاط التي يجمعها الفريق في موسم واحد، حيث حصد 87 نقطة في الموسم قبل الماضي، وهو الرقم الذي بات ممكنا على رفاق القائد حسام غالي الوصول إليه وتخطيه، حيث ما زال يتبقى للفريق 16 مباراة بمجموع 58 نقطة، الأمر الذي يبشر بتخطي الفريق لحاجز 100 نقطة في سابقة قد تحدث للمرة الأولى في تاريخ الدوري المصري.